السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعيني جميعا على قناة انفو تيك فور يو. معاكم مروة سليمان وفيديو جديد، فيديو إن شاء الله يكون مفيد على قناتنا. بنستكمل مع بعض سلسلة شات جي بي تي 4 فور بيجنرز. اتكلمنا في الفيديو الأول عن دال اي 3، اتكلمت في الفيديو الثاني عن ويب براوزر في شات جي بي تي 4، واتكلمت في الفيديو الثالث عن الداتا اناليسز. النهارده ان شاء الله هتكلم عن كرييتيف رايتنج كوتش. لو انت بتستخدم شات جي بي تي 4 لاول مره ولسه ما استخدمش الكرييتنج رايتنج كوتش، بتبتدي ان انت تروح لاكسبلور، ومن اكسبلور بتبتدي ان انت تدوس على كرييتيف رايتنج كوتش. هتدوس تلاقي الكرييتيف رايتنج كوتش هتكون موجوده عندك هنا لما تفتح بعد كده شات جي بي تي 4. الكرييتيف رايتنج كوتش بيقدم لي ايه؟ ان هو بيقرا الملف بتاعك، الورك بتاعك، ويديك فيدباك علشان تحسن الكتابه دي، ايا كانت الكتابه دي ايه. طب احنا النهارده هنركز على ايه في الكرييتنج او الكرييتيف رايتنج كوتش؟ هنركز على السي في، السيره الذاتيه. دي حاجه بتهم ناس كتير جدا، بتكتب سيره ذاتيه وبتبقى عايزه حد يعمل لها امبروفمنت للسيره الذاتيه دي. طبعا في بعض الناس بتقدم هذه الخدمه، ولكن لو الموضوع ده مش متاح او انت مش حاطه في دماغك، ممكن انك انت تستخدم الكرييتيف رايتنج كوتش الموجود في شات جي بي تي 4 عشان يحسن السي في بتاعتك او السيره الذاتيه بتاعتك بمساعده الرايتنج كوتش الموجود في شات جي بي تي 4. اول حاجه هتعملها ايه؟ اول حاجه هبتدي ارفع السي في علشان يبتدي يبص عليه ويديني الفيدباك عن السي في دي. هبتدي ان انا ارفع السي في، مثلا نفترض انها صوره ايمج، مثلا عايز ترفعها بي دي اف ارفعها. هقول له هنا جيف مي يور فيدباك، اديني كده اباوت ذيس سي في، اديني كده الفيدباك اباوت ذيس سي في، ونشوف كده ايه الفيدباك اللي هو هيديها لي. طبعا ممكن تكون بي دي اف، ممكن يكون وورد دوكيمنت، ممكن يكون ايمج. فهو هنا هيبتدي يقراها ويبتدي يقول لي الفيدباك بتاعته ايه الخاصه بالسي في دي. هنا بيقول لي شور، وهنا هيديني السترينثز، الحاجات القويه اللي موجوده في السي في، اللي اوت كلير، الفورماتنج بروفيشنال، الديتيلد اكسبيرينس، ان انا مقدمه الاكسبيرينس الديتيلد. وبيقول لي بقى الارياز فور امبروفمنت، ايه الاجزاء اللي انا محتاجه ان انا اطورها جوه السي في. فبيقول لي السكيلز سيكشن المفروض اعمل فيها ايه. لازم ان انا اعمل ليستنج للسكيلز بتاعتي، سواء كان بروجرامنج لانجويج، داتا اناليسز، داتا اناليسز، الحاجات دي كلها. بيقول لي الليكس اللي موجوده عندي او الضعف اللي موجود عندي في البروفايل سامري، الريليفنس، اللينكس واليو ار ال، المفروض تحتوي على ايه؟ لازم تحتوي على البروفيشنال لينكس بتاعتي زي مثلا لينكد ان. فهنا بيديك الامبروفمنت. هقول له كان يو بليز رايت ذيس امبروفمنت ان ذا سي في ريليتد to the industry field and experience. انا بقول له يعني يا ريت تكتب لي الامبروفمنت دي تبع، طبعا this المفروض امبروفمنت مش this ESE. هنا بيقول لي ايه اللي انا اكتبه في البروفايل سامري، وايه اللي انا اكتبه في السكيلز كاتيجوريز، وايه اللي انا اكتبه في ال clickable links. فهنا بقى بيقول لي ايه اللي انا المفروض اعمله بالظبط، هروح اعمل ايه في الجزء ده، وهروح اعمل ايه في الجزء ده، وهروح اعمل ايه في الجزء ده، وهحط ايه في الجزء ده، وهحط ايه في الجزء ده، وهكذا. هنا هقول له can you please rewrite the CV for me with the new improvement. ممكن لو سمحت تعملي ريرايت. للسي في بناء على الامبروفمنت اللي انت عملتها او اللي انت قلت لي عليها. فهنا بقى هيبتدي يديني كل الحاجات اللي المفروض تكون.
السكشن بتاع الكونتكست، السكشن بتاع البروفيشنال سمري، السكشن بتاع الاديوكيشن يتكتب ازاي، السكشن بتاع البروفيشنال اكسبيرينس يتكتب ازاي، كل الكلام ده يتكتب ازاي. فانت بالظبط كده هتقوم واخد الحاجات دي في التمبلت بتاعتك وتبتدي تعدل عليها بناء على الامبروفمنت اللي هو عطاها لك بمنتهى البساطة. يعني انا مشيت معايا كده ايه ستيب باي ستيب. ازاي بقى؟ اول حاجة قلت له دي السي في بتاعتي، بعد كده قلت له لو سمحت اديني في رأيك في السي في دي، بعد كده قال لي نقاط القوة، نقاط القوة ونقاط الضعف. طب نقاط الضعف اللي محتاجة improvement اعمل فيها ايه؟ فقال لي اعمل فيها ايه. قلت له يا ريت تحطها لي جوه، يعني ايه بالظبط اعمل فيها ايه؟ قلت له يعني بالظبط في كل جزئية اعمل ايه. عطاني طب ممكن بقى تكتب لي الكلام دوت جوه، تعمل اعادة كتابة طب ممكن بقى تعمل لي اعادة كتابة مرة تانية، فممكن بقى انك انت تعمل لي اعادة كتابة مرة تانية. فبقول له بعد كده بقى ممكن انت تعمل لي اعادة كتابة مرة تانية للسي في، فبيعمل لي اعادة كتابة للسي في بناء على السي في القديمة وبناء على الامبروفمنت اللي عملها جوه السي في. كل اللي عليك ان انت هتروح للتمبلت بقى، وانت عندك يعني لو انت نفترض عايز تعمل تمبلت جديد ممكن تروح لكانفا يعمل لك، تلاقي عليه فري تمبلتس كتير قوي، تحط الحاجات الجديدة دي بكل الامبروفمنت بتاعتها او التحسين اللي تم على السي في، يعني التحسين اللي تم على السيرة الذاتية بتاعتك وبقت سيرة ذاتية جديدة تحطها. ده بالنسبة للكرييتيف رايتنج كوتش. بس في السي في، لا مش بس في السي في، السي في كان عبارة عن يعني مثال من الأمثلة. ممكن اقول له على مثال، على سبيل المثال give me a job description for YouTube content creator. نفترض ان حضرتك content creator على يوتيوب وعايز تقدم في وظيفة معينة متعلقة بالcontent creator على اليوتيوب، يعني شركة مثلا ليها يوتيوب تشانل وعايزة توظف كونتنت كرييتور يكون عنده اكسبيرينس على اليوتيوب. فانت مثلا عايز تكتب في السي في بتاعتك الجوب ديسكريبشن دي تكون عاملة ازاي، انت عايز توظف حد بهذه المهنة، طب الجوب ديسكريبشن بتاعي يكون عامل ازاي، بيديك الجوب ديسكريبشن بتاعك عامل ازاي. فهنا بيقول لك مثلا we are seeking creative charismatic and كذا، يعني بيديك الجوب ديسكريبشن. ونفترض ان انت بتهاير حد، او انت ممكن تاخد الريسبونسابيلتيز الموجوده وتبتدي تكتبها ككونتنت كرييتور انت بتعمل ايه. فبتبتدي ان انت تكتب الحاجات طبعا اللي انت تعرفها، مش كل الكلام المكتوب، يعني ممكن تكون انت بتعمل حاجات بتديفلوب كونتنت ايديز، فيلم كواليتي، فيلم هاي كواليتي، فيديو كونتنت، ممكن بتعمل كونتنت فيديو لو انت بتعرف تعمل اديت على الفيديو، هتكتب انجيج ويز كوميونيتي، هتكتب الحاجات فقط اللي انت عارفها، عايز تكتبها كلها لو تعرفها كلها اكتبها كلها وتعربها كلها. فهنا الموضوع ده ممكن يساعد قوي ان انت تعرف اليوتيوب كونتنت كرييتور بيعمل ايه وعلى اساسه. لو انت بتهاير حد او بتوظف حد بتكتب الجوب ديسكريبشن كده، بتاخدها كوبي وبيست لو انت عايز كل المواصفات اهم حاجه اللي موجوده في الريسبونسابيلتيز، او لو انت بتكتب الكلام ده في السي في بتاعك او بتقدم لشغل له علاقه بالكونتنت كرييتور على يوتيوب مثلا، بتقوم واخد الكلام اللي المفروض بيعمله الشخص ده لو انت بتعرف تعمله وتكتبه، مش كله طبعا، على حسب امكانياتك ايه، عشان ما تلاقيش نفسك بعد كده لما يجي يختبرك ما تعرفش تجاوب وتبقى مشكله، او ما تعرفش تعمل الموضوع ده تطبقه عملي فتبقى مشكله. يعني خد الموضوع ده، الناس اللي بتقعد تقول لك احشي السي في واكتب السي في كل حاجه، لا ما تكتبش كل حاجه. يعني افترض مثلا انا واحده من الناس عمري مثلا ما عملت اد على تيك توك، بعرف بس ما عملتوش بشكل عملي، عندي مثلا يعني كده خلفيه، ما اكتبش الا لو انا عملت بايدي الحاجه دي ايه، ما اكتبش ان انا واحده بتاعه كل البلاتفورمز وانا مثلا ما بعرفش اشتغل على 2-3. فلازم تكون صريح في الحاجه اللي انت بتكتبها وبتحطها في السي في، علشان دلوقتي بيختبروك بشكل عملي، الموضوع مش موضوع السي في ده مرحله اوليه فقط، يعني انت بتبعتها كبدايه وبعد كده بيبتدي الشخص يختبرك في الحاجات اللي انت كتبتها.
أتمنى تكونوا استفدتوا من فيديو النهاردة على قناة انفوتك في اليوم. بنحاول نقدم لك كل مفيد وكل جديد في مجال التكنولوجيا قدر الإمكان، وخاصة في الفترة الأخيرة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي. لو عايز تعرف أكتر عن تطبيقات الذكاء الاصطناعي بشكل عام، تقدر أنك أنت تتابعنا على قناة كل يوم موقع جديد اللي بتركز على تطبيقات الذكاء الاصطناعي ومواقع الذكاء الاصطناعي وشرحها بالتفصيل، وبتقدم كل يوم موقع جديد. زي ما بقولك في نهاية كل فيديو، ما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد على قناة انفوتك فور يو. ولو كنت من متابعينا الأعزاء، ما تنساش اللايك والشير والكومنت. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.